في أيامنا هذه أصبح من الصعب على استوديوهات تطوير الألعاب أن تنجح في تقديم ألعاب ممتازة خلال فترات زمنية متقاربة، واستوديوهات دائما تقع في فخ التكرار ولا شيء جديد يذكر مثلما حدث مع يوبيسوفت، وأغلب إصداراتها على خير. لهذا الكثير من الاستوديوهات تراها تحتاج لجيل كامل لإصدار عنوان جديد ضخم، وخلال هذه الفترة تكون عملية الحلب لعناوينها السابقة. ليس هذا صحيح روكستار؟ لكن هذا لا ينطبق على جميع من في الصناعة، فاستديوهات مثل فروم سوفتوير أو ما يهمنا في حلقة اليوم أركان ستوديو نجحت في تكتيب عناوين ذات استحسان جمهور كبير من اللاعبين خلال فترة زمنية وجيزة، في البداية مع ثلاثية ديزونرد الممتازة وصولا إلى حصرية بلاي ستيشن المؤقتة داثلوب. ولكن قبلها حصلنا على تجربة رائعة مع مجلة إيبك لهذا الأسبوع براي، التي ظلمت كثيرا ولم تنل الاهتمام الذي تستحقه مع كل كمية الإبداع وميكانيكيات اللعب التي قدمتها. خلينا نتعرف عليها أكثر ولكن بعد الانترو. هي لعبة شوتر من منظور الشخص الأول مع بعض عناصر الرعب من تطوير أركان ستوديو ومن نشر باثيسدا، صدر في 5 مايو 2017 على جميع المنصات بسعر $30. تأخذك في مغامرة عبر أحد الإخوة مورغان يو، الذكر أو الأنثى حسب اختيارك، في رحلة محاولة نجاة بعد تعرض مركبتك الفضائية تايروس وان لمجموعة من الأحداث الغريبة أدت بحياة أغلبية الطاقم. وهنا ستبدأ مهمتك في اكتشاف الحقائق، وسيساعدك في هذا أحد الآليين الذين كان يتحكم في المركبة عبر إعطائك مجموعة من النصائح وأيضا إخبارك بمجموعة من الحقائق. بشكل عام بريك قدمت قصة جيدة بها الكثير من الغموض والكثير من الأحداث، ودائما ما قراراتك واختياراتك تؤثر على مسار الأحداث ونهاية اللعبة، وهنالك 4 نهايات مختلفة. والعيب الأكبر في القصة هو أنها موزعة بشكل كبير على الأجهزة والكتيبات الموجودة في عالم اللعبة، لهذا إن أردت أن تعمق في القصة فيجب عليك أن تقرأ كل ما يظهر أمامك لأنها ستحتوي على الكثير من التفاصيل. أما بالنسبة لعالم اللعبة، كل مهام ستدور في المركبة الفضائية تايروس وان، وإذا يوجد بعض المهام خارجها في الفضاء. ولا نحتاج أن نتكلم أكثر عن عالم اللعبة بما أن العنوان مقدم من أركان ستوديو، الذي عودا على كمية إبداع في الليفل ديزاين تعد من الأفضل في صناعة الألعاب، وبري لا يقل إبداعا على عناوينهم الأخرى. ورغم أن العالم قد يبين بمفهوم المترو إدفينيا، إلى أنه يوجد طرق للتخطي والوصول إلى أماكن متقدمة جدا في عالم اللعبة من البداية. فمثال على هذا، في أول مهمة لك في براي ستحتاج للذهاب إلى مكتبك للحصول على بطاقة تسمح لك بفتح الأبواب والدخول إلى مناطق ثانية، لكن بفصل لها جلوغان يمكنك صناعة جسر صغير على الحائط، وبعد مرحلة بلاتفورما صغيرة تجد نفسك في مرحلة متقدمة جدا من عالم اللعبة. وهذا يوضح أن العنوان يقدم لك الحرية التامة في الاستكشاف واختيار طريقة التي تفضلها لأخذ المغامرة، وأيضا يوضح أنه لا يوجد أي منطقة غير قابلة للوصول إليها، وهذا ما سيدفعك للاستكشاف. ودائما ما تكون مكافأته جد مرضية إذا كانت سلاح أو موارد مهمة. أما بالنسبة للجانب المرئية والجو العام للعبة، فهي حقا جميلة مع كل تلك الإضاءات والتفاصيل، وأيضا كمية المكاتب والغرف الخالية تعطي شعور كمية الحياة التي كانت هنا والفراغ الموجود فيها الآن يزيد من أجواء الرعب. أما بالنسبة للجيمبلاي فلا يقل جودة عن الجوانب الأخرى، مع مجموعة 6 أسلحة يمكنك استعمالها، وكل واحد من بينهم يقدم تجربة لعب مختلفة تماما، وأيضا تختلف فعالية السلاح حسب الأعداء. ومثال على هذا، سلاح الصاعقة يكون فعال فقط على أعداء الأليين. وأيضا يوجد عدة أنواع من القنابل، وهي الأخرى يختلف مفعول كل واحدة منها، فمنها من تتفجر أو تسبب صاعقات أو حتى تقوم بتحليل الأشياء وستحصل على موارد منها، وهذه الموارد مهمة جدا لصناعة عدة أساسية ستحتاجها، ولهذا يوفر العنوان جهازين. الأول يقوم بتحليل الموارد التي جمعتها مثل علب الطعام وبقايا الأعداء وغيرها الكثير من الموارد الأخرى الموزعة في العالم، وتلك الموارد التي قمت بتحليلها يوجد جهاز آخر يقوم بتصنيعها لعدة أمور، أسلحة أو طلقات، وأيضا ميدكيت للعلاج، وأهم شيء يمكنك تصنيعه هو النيرومود الذي يسمح لك بكسب قدرات جديدة مثل تعلم الهاكينج أو زيادة قدرتك على حمل الأشياء، تطوير أسلحة، زيادة دار هجماتك، أو حتى تعلم قدرات فضائية مثل إمكانية التحول إلى أشياء من حولك. وشجرة التطوير في بريك جد مرضية، لأن أي تطوير يصحبه اختلاف شامل في أسلوب اللعب.
وبالنسبة للأعداء فستقدم لك أجمل رحلة تحدي، وخاصة الميمك مع قدرته للتحول لأي شيء من حوله ومهاجمتك في أي لحظة تشعر فيها بالأمان، وقدرته العالية على التحمل وسرعته على الهرب والاختفاء ستكون كابوس بالنسبة لك. وإذا يوجد مجموعة أخرى من الأعداء لا تقل صعوبة وتحديا على الميمك، دعوكم تستكشفونها في تجربتكم. أما بالنسبة للمرئية والصوتية في بلاي فهي ممتازة، والبداية مع المرئيات وكمية التفاصيل التي تحملها مركبة تايلوس وان بالإضافة إلى الإضاءات وأيضا التنوع في المناطق رغم أننا في مركبة فضائية واحدة فقط. أما الصوتية فهي مقدمة من طرف مايك جوردن الذي عمل على موسيقى دوم. واحد الأشياء الجميلة التي اكتشفتها ونعيد لحلقة اليوم هو المقطع الموسيقي في بداية اللعبة الذي يحمل اسم Everything is going to be okay، ولكن مع التقدم في اللعب ومعرفة الحقائق تدرك أن تلك اللحظة وحتى الموسيقى التي كانت معك ما هي إلا مجرد كذبة. وخلاصة قول حول براي، العنوان قدم تجربة ممتازة ليست الأفضل لكنها ممتعة مع بعض العيوب مثل شاشات التحميل التي تأخذ الكثير من الوقت، وإذا حدث تلقائي سيء في بعض الأوقات الذي يمكنها يضعك في أسوأ المواقف أو مجرد حلقة لا منتهية من الموت وبسببها ستحتاج العودة ساعة أو ساعتين للخلف، لكن هذا ليس شيء يذكر أمام كل المتعة التي قدمها العنوان. براي مع متوسط تقييم 2.8 من قبل النقاد و 8.2 من قبل اللاعبين على موقع ميتاكريتيك، قادم هذا الأسبوع مجانا على متجر إيبك، ومجرد إضافته إلى مكتبتك سوف يبقى معك إلى الأبد. وهذا شباب الحلقة لنهاية حلقتنا اليوم، لم يسبق قدمنا هنا لعجبكم ولا تنسونا من السبسكرايب واللايك. استودعكم الله، سلام.